السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات معلومتي تكنولوجيه. ونشرح النهارده مع بعض موقع فليكس اوفر. وموقع فليكس اوفر ده من المواقع اللي زي ادميتات، زي المواقع اللي بتضم مجموعه من المعلنين جواها، المواقع اللي بتكون عايزه حد يسوق لها. والمهم ان الموقع ده ممتاز جدا، بس في مشكله في موضوع التقديم. ومن مبدئيا لو دي اول مره تشوف فيها قناه معلومتي تكنولوجيه، تقدر تشترك معانا لو حبيت، وتضغط على زرار سبسكرايب الاحمر وتفعل الجرس علشان يصلك جديد الفيديوهات. من اهم الحاجات اللي احنا لازم نتعلمها ان الموقع ده لازم لما نيجي نقدم فيه بايميل بيزنس عشان نتقبل، لان هو بيرفض اغلب الناس اللي بتتقدم. فخلينا نجرب مع بعض. وطبعا انا بابلشر، لما بنيجي نعمل جيت هو يقولك انت ادفرتايزر ولا افيليت بابلشر، يعني بقول له ساين اب على افيليت بابلشر، وهو بيروح ناقلني على اكتب الداتا بتاعتي هنا، زي مثلا رامي مثلا احمد مثلا، وبحط له الايميل. هنفتح هنا تند ميل، وهنحط الميل هنا، وهنحط اي باسورد. تمام، ناخد الباسورد دي نحطها. تمام، وهننزل نوافق على الشروط، نقول له ريجستر انفاليد فول، في حاجة غلط. طيب الباسورد هنا عايزة تتظبط، احط له انا باسورد من عندي، اقول له ريجستر. اوكي سيف. نرجع تاني، جالي الايميل، نعمل فيرفاي، يمشي معاك بقية الخطوات. يقولك لوجن، اول حاجة بتعملها لوجن، بتدخل هنا البيانات بتاعتك، اسم مثلا company رامي احمد، بعد كده مثلا نحط الايميل بتاعنا، نحط العنوان بتاعنا. طبعا يا جماعة بنحط عنوان فعلي يو اس مثلا كاليفورنيا. ممكن نكتب بقى، نختار، ندخل على موقع وورلد ادرس جنريتور، او كان اسمه فيك ادرس، وهندخل على كلمة، خلينا نحط البيانات من تاني. احنا ممكن نحط الاسم ده هنا، نحط الستريت، نحط الستريت انا هنا بس عشان بشرح لكم. وهنختار لوس انجلوس يو اس، السيتي انا كنت مختارة كاليفورنيا. بعد كده هنحط الزايب، و رقم التليفون، هنحط اي رقم تليفون دلوقتي. تمام، نحطه هنا برضو. السكايب ممكن نحط نفس ده مثلا، نعمله كده. وتايتل كامباني كده، انا بوريكم طريقة التسجيل. وهنكمل على التسجيل بتاعي بقى، هنضغط على ماي ويب سايت، وهنكمل على طريقة التسجيل بتاعتنا او هسجل لي انا. فطبعا انا كنت حاطة ايميل شركة اللي هو ايميل احترافي، فانا هدوس له ان انا، لو انا عندي مثلا بيج، عندي تشانل، ممكن اختار له سوشيال، اختار كده وهقول له الاسم بتاعي ماي انفو، ماي ايز تك تمام. مش عارفة المشكلة فين،
ممكن ان احنا نحط له اسم الموقع. هو عايز هنا نيم، يبقى زي يوزر يعني. هنا بيقول لك ايه، هتحط البانر بتاعنا واللينكات فين. ممكن يا جماعة لو انت محتار خالص تجيب جوجل ترانسليت وتخليه عربي الانجليش، وتقول له مثلا سوف اقوم بوضع الروابط في المقالات التسويقية، وسوف مثلا أقوم بعمل ريفيوهات للمنتجات، وسوف أقوم بالتسويق مثلا بالإيميل، وسوف أضع البنرات الهيدر مثلا. بصوا هو كتب لي تقريبا كله، اروح جاي هنا حطيت له الكلام ده. ممكن اقول له ايه تاني، هنا بيقول لك ايه، كيف تجلب زوار لموقع مثلا. ممكن اقول له يمكنني، ده انت لو عايز تنجز، بس انا بقول لكم طرق تسهل عليكم. يمكنني جلب الزوار من خلال ممكن السيو، وايضا التسويق بالايميل، كمان لدي موقع آخر أسوق فيه للمنتجات مثلا. مثلا ممكن أعمل كده وأحط له لينك مثلا. تعالوا نمسك بقى، هو بيقول لنا هنا إيه، هنا بيقول لك برضو أنت يعني إيه، بيقول لك طبعا اختار بعناية انت برضو السواق مثلا ايه، على سايت كوبونات مثلا. هو انت مثلا السواق بالبوب اب، هتعمل كومبارينج شوبينج مثلا. ممكن لو انا من غير اللي فوق، ممكن تقول له مثلا تحط له الموقع مثلا التاني. بعد كده هقول له كونتينيو. هنا بقى هيطلب منك ان انت تعمل بروفايل لرقم الموبايل، هتقول له سند وتحط الرقم اللي هيجي لك. ده الرقم اللي جاي لي. فيرفاي كود، قالك حط ده الموقع بتاعك علشان ايه. بص حط التاج ده الموقع. فاحنا هنعمل ايه، هندخل على الموقع بتاعنا عادي، ولو احنا مش عندنا اضافة هيدر اند فوتر هنروح منزلينها. هنكتب في البلاجن هيدر اند فوتر، وانا يعني منزلها اصلا. وهنكتب بس هنكتفي ان احنا نقول له هيدر وهنختار. ممكن نعمل كمان نكمل اند فوتر. وهنختار الإضافة دي، كانت اسمها header and footer الأول، بقت اسمها wp code insert header and footer. طيب بما إن الإضافة عندي متسطبة أهي، هندخل عليها وندخل على header and footer. هي متقسمة لحاجات كتير، وهندخل في الهيدر. تمام، وهننزل تحت خالص تحت الأكواد دي كلها، وهنحط الكود بتاعهم ونقول له save change.
خلاص حطينا الكود، هنروح نقول له فيرفاي. ليه؟ لان ده الموقع الاساسي اللي انا قلت له انا عايز اعمل فيرفاي. طيب are you having verify trouble في الفيرفاي؟ هناخد الايميل ده ونرسلهم بيه. سوري واو في ترابل، ممكن نحن نرسلهم. خلينا نتأكد ان احنا حطينا الكود صح. حطيناه. طيب في طريقة تانية ان احنا ننزل ال HTML. خلينا ننزل ال HTML. وهندخل على تاني، بقول له في اصلا مشكله. انا هنا هراسل الدعم الفني عشان اقول لهم ان انا مش عارفه اعمل فيرفاي. اقول لهم I can't verify. My website. How long I add my code in my website in file manager and header and footer plugin, but still not verify. هذا بدي غلط. هو بيقول لي ايه بقى؟ let's try something please. هو ايه بقى؟ دي من الحاجات الجميلة قوي قوي. بيقول لك حط كلمة flex offer في ايه، في اي مكان في الويب سايت. هقوله اوكي wait me please. وهندخل على الويب سايت بتاعنا، وممكن ان انا احط له في أي مقالة، ممكن أن أنا أدخل مثلا على الصفحة أهو، خلينا في المقالات، وهقول له كل المقالات. ممكن أن أنا أضيف له عنوان وأكتب له فيها flex offer، أخليها له bold. وهقول له تحديث، وبعد كده مشاهدة المقالة. هبعت له اللينك. وممكن ان انا هنا هيروح هو عامل لي فيرفاي اوتوماتيك، وبقى كده يعتبر شبه خلصت كل الخطوات اللي هي بتاعه التسجيل. هو دلوقتي بيعمل تشيك عشان يشوف اللينك مظبوط ولا لا، وفي الكلمه اللي هو قال لي عليها ولا لا. هو بيكتب اهو. أقول له مثلا take your time.
ممكن نفتح الايميل بقى بتاع الاستضافة عشان نشوف لو جالنا حاجة عليه. هو دلوقتي بيحاول يعمل لي ابروف او فيرفاي للموقع. خلاص هو قال لي ان يور ويب سايت مانولي خلاص فيرفايد، بس فاضل المراجعه. هو بيقول لك ان انت خلينا بس سيبنا 2 يوم علشان ايه يتم مراجعه الموقع. اوكي ثانك يو. ممكن نقول له جود باي وكده احنا خلصنا وخلاص. اقول له ليف، انا عملت له اهو، واقول له ثانك يو مثلا وسنت وخلاص. والمفروض ان الجزء اللي فات ده ان انا بعمل فيه ريفيو، بس عشان الوقت احنا كده خلاص الموقع اتعمل بين مانوالي، بس احنا مش محتاجين بقى الجزء ده. هو كده هيجي لنا بقى بعد ما نعمل خلاص، يعدي يومين هيجي لنا ايميل اما بالموافقة او بالرفض. فيا رب اكون افدتكم. كان معكم زيدي حسن من معلومتي تكنولوجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.